الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية بمؤتمر صحفي عالمي ظهر اليوم. عبور 138 شاحنة مساعدات مصرية جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، واستشهاد أكثر من 30 فلسطينياً بمجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا. وزارة الصحة تكشف عن 3 لقاحات مهمة لتفادي عدوى نزلات البرد المنتشرة بسبب انخفاض درجة الحرارة. الأهلي يلاقي فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية. هيئة الأرصاد الجوية انخفاض في درجة الحرارة اليوم وشبورة وأمطار بعدة مناطق، والصغرى بالقاهرة 14 درجة.